السلام عليكم. سعر المتر المربع بهذا المشروع منافس جدا للمشاريع المجاورة الموجودة بنفس المنطقة. المنطقة استثمارية تحت إعادة الأعمار قريبة من مركز المدينة وعلى عقدة مواصلات مترو، ترامواي، متروبوس. نشوف التفاصيل. ابدأ حياة جديدة. وين؟ بهذا المجمع. مجمع عبارة عن 4 بلوكات فيها غرفة وصالة، غرفتين وصالة بالبلوكات ثلاثة وصالة 4 وصالة موجودة بالبلوك الرابع. ارتفاع الطوابق عم تكون ما بين 10 طوابق حتى 15 طابق. كل الشقق فيها بلكون، الإطلالة عم تكون على المدينة. المساحات مثل ما حنشوف الآن بالأنماط واسعة والتشطيبات راقية. 33 محل تجاري عم يخدموا سكان هذا المشروع، أشبه بمول مصغر. حيتسلم أو تتسلم هذه المحلات لماركات معروفة حصرا. الخدمات الاجتماعية الموجودة بهذا المشروع كاملة، عم نحكي عن مسبح، سينما، حمام تركي، ساونا، نادي رياضي، بالإضافة لغرفة الاجتماعات وأماكن مخصصة للعب الأطفال. تفضل نشوف مع بعض الشقق النموذجية. هي شقة العرض الأولى، غرفة وصالة، مساحتها الإجمالية عم تكون 95 متر مربع. مثل ما لاحظنا وجود مدخل، هذا الشيء بيعطي خصوصية حلوة للشقة. على اليمين بشكل مباشر عم يكون في عنا خزن تسلم، وأيضا الحمام الوحيد في هذه الشقة. أيضا على اليمين عم يكون في عنا المطبخ المفتوح، لكن عاملينه بنمط لطيف جدا، أشبه بمغلق إلى حد ما، وهي تتسلم، هذا الشيء جميل. بيتسلم أيضاً ضمن المطبخ 4 قطع كهربائية، في عنا الجلاية، الطباخ، شافة الهواء، وأيضاً الفرن، وكلها من ماركة معروفة هي ماركة سيمنز. البلكون عم يكون أيضاً ضمن المطبخ تقريباً. هذا هو الصالون، مثل ما عم نشوف المساحة واسعة، 95 متر مربع بالنسبة لشقة غرفة وصالة، هذا الشيء ممتاز. وبيتسلم ضمن الشقة مكيف واحد من ماركة سامسونج أيضاً المعروفة. التدفئة عم تكون أرضية، والتشطيبات شوفت عينكم راقية جداً. تعالوا نشوف مع بعض غرفة الأبوين. من حيث المساحة أيضاً ما شاء الله جميلة جداً، عم تكون تقريباً الواجهات شبه بانورامية زجاجية من الأرض، إلى ارتفاع محدد وجميل أيضاً ما قبل السقف بقليل. طبعاً هي الديكورات أكيد ما بتتسلم، لكن مساحتها بالنسبة لغرفة وصالة ممتازة للغاية. الآن حنشوف الغرفتين وصالة بهذا المشروع. وهي شقة العرض، غرفتين وصالة ضمن المشروع، تقريبا التفاصيل مشابهة، لأنه المساحة هون المساحة الإجمالية عم تكون 140 متر مربع. المطبخ أيضا مفتوح، بتسلم فيه 4 تجهيزات كهربائية وهي القطعة. وفي نمط آخر من الغرفتين وصالة ممكن يجي المطبخ مغلق. تدفئة عم تكون أرضية، وبهي الشقة يسلم مكيفين، الأول بالصالة والثاني بغرفة المنامة. فيها بلكون مساحته واسعة جدا، 8 متر مربع، بالإضافة إلى وجود حمامين داخل هذه الشقة. ومنرجع منأكد على جودة التشطيب. نرجع منذكر بختام هذا الفيديو أنه سعر المتر المربع الموجود بهذا المشروع منافس جدا للمشاريع الموجودة بنفس المنطقة. المنطقة تحت إعادة الإعمار، ضريبة القيمة المضافة فيها 1%. بإمكانك تتملك اليوم بدفعة أولى فقط 10%، والباقي على 2 سنين. التقييم جاهز، الطابو جاهز، وبالتالي تتملك من هون، بتقدم ورقك على الجنسية التركية بشكل مباشر. إذا حابين تعرفوا مزيد من المعلومات والتفاصيل، تواصلوا معنا في امتلاك العقارية. إلى اللقاء. امتلاك العقارية، مستشار العقار في تركيا.